مساء الخير، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونكونوا خفاف على قلوبكم في هذه الحلقات ديالنا. بالنسبة للحلقة ديال اليوم فهي حلقة متعلقة بالصيام ومناعة الجسم. اللي بغيت نشير ليه هو انه ما خصناش نستهونوا شويه بالمناعه ديال الجسم ديالنا، وخصنا نعرفوا انه جهاز المناعي ديال الجسم هو جهاز معقد اللي فيه بزاف ديال الحيتيات اللي يعني صعيب باش نهضروا عليها كامله، ولكن تيخصنا نعرفوا انه راه جهاز اسي معقد باش نستهونوا به. تعرفنا عليه شويه في هذه الجائحه ديال كورونا، ولذلك نصحنا بزاف ديال الناس باش ننميوه بفيتامينات اللي كتساعد على ارتفاع ديال المناعه ديالو. ولذلك نصحنا كان نصيحه عالميه طبيه باش نزودوا الدات ديالنا بالفيتامين دي، بلا فيتامين سي، بالزنك، يعني هادو فيتامينات اللي كيعاونوا على التنميه ديال المناعه. بالنسبه للمناعه مع الصيام، كيفاش كتوقع لنا، كيفاش كيطلع لنا الصيام من درجات المناعه؟ تيخصنا نعرفوا انه الدراسات الاخيره اللي تدارت، يعني كاين دراسات دارت 6 سنين، هذه كانت دراسه دارت 4 سنوات، كانت دراسه دارت اللي هذه عامين. بالنسبه للدراسات اللي دارت فهي دارت على الصيام المتقطع على 72 ساعة وعلى 16 ساعة. احنا اللي اكثر اللي كيناسبنا اكثر فهي الدراسات اللي مديورة على الصيام متقطع على 16 ساعة، اللي هو كيتلائم مع الصيام ديالنا حنايا اللي كيوصل ل 16 ساعة. دونك ملي كنوصلوا 16 ساعة ديال الصيام فإن الجسم ديالنا كيكون استنزف هذيك السكريات اللي كتكون في الدم، السكريات اللي كتكون مركزة أو مخزنة عندنا في الكبد، السكريات اللي كتكون عندنا في العضلات، وكيوصل لنا للسكريات اللي كاينة في الدهون، وهنا كينتج لنا الأجسام الكيتونية. هذيك الأجسام الكيتونية فهي كد من منبع ديال الطاقه، كيزود لينا كيزود لنا الدوره الدمويه ديالنا بالطاقه، تزود لينا القلب ديالنا بالنشاط، كيعاوننا بزاف في نطاق ديال الطاقه ديال الجسم. وهنا ما كنهضروش على دخول الجسم، حيت كاين في بعض الحالات عند مرضى السكري اللي كيدخلوا في واحد الحالات ديال التحمض الكيتوني، وهذه حاله واحده اخرى، يعني هذه حاله مرضيه خطيره اللي كيوصل لها مرضى السكري بارتفاع نسبه ديال السكر في الدم ديالهم. لا، هنا كنهضروا على جوست المخزون ديال الاجسام الكيتونيه المفيده للجسم اللي هي كتزودوا بالطاقه. زياده على داكشي، على هادشي، اشنو غادي نقولوا؟ يعني الصيام والمناعه مازال ما وصلناش للبؤره ديال الموضوع ديالنا. بالاضافه الى ان جهاز المناعه يتغذى بالاجسام الكيتونيه اللي اشرنا لها كيفاش منين كتجي، بغيت اوسي نشير الى انه بالاضافه الى هذه الاجسام الكيتونيه فهناك ارتفاع من العدد الكريات البيضاء اللي هي بؤره الجهاز المناعي ديالنا. كيف ذلك؟ اذا مع الصيام فهي نسبه في بدايه الصيام تكون عندنا نسبه ديال الكريات البيضاء قليله، مما يدفع الجسم الى انه كينتج لنا واحد النسبه اللي هي كبيره ديال الكريات البيضاء، وخصوصا من نوع الكريات اللمفاويه من نوع تي، واللي كتساعدنا بزاف على في نطاق المناعه ديالتنا. دونك فوالا، الا بغينا نعرفوا المناعه ديالنا مع الصيام باش مرتبطه، غادي نختزلوها وغادي نقولوا فهي مرتبطه بالاجسام الكيتونيه اللي كتزودنا بالطاقه، وبارتفاع عدد الكريات البيضاء اللي كترتفع وخصوصا من نوع تي اللي كترتفع لنا ابتداء من 16 ساعه من الصيام. دونك فوالا، وفي هذا هنايا بغيت نشير وننبه ونبه الناس اللي كيقضيو النهار ديالهم ناعسين او لا فريمون ما كيديروا حتى شي مجهود، والناس اللي حيويين في النهار، وننوه بالناس اللي
تكون عندهم واحد الحيويه في النهار ديالهم، فهما كيطوروا من المناعه ديالهم، خلافا من الناس اللي كيكونوا عندهم واحد النسبه ديال الخمول اللي طالعه في النهار ديال الصيام ديالهم، اللي هما بالعكس فهما ما كيستافدوا حتى شي حاجه من هذا الشيء، ما كيطوروا لا في جهاز المناعه ديالهم لا في الطاقه ديالهم اللي يمكن لهم يخزنوها. دونك فوالا كانت هذه هي نصيحه ديال اليوم، نتمنى نكون فدناكم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.